السلام عليكم ورحمة الله. تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحد أبناء منطقة الأحساء، والذي ادعى بأنه رشاش فرع الأحساء، وهو يقوم بإيقاف السيارات ليس من أجل مضايقتهم والاعتداء عليهم، وإنما من أجل أن يعطيهم تمرا وليمونا. وتباينت ردود الأفعال بين من صدقه في أن الأحساء أهل كرم وطيب، ومن كذبه في تقليده للهجة أهل الأحساء. أنا رشاش فرع الحاسة. وقف وقف وقف، أنا رشاش فرع الحاسة، لا تخاف يا بعد عمري لا تخاف، حنا ما نقطع إلا التمر والرطب. بس ما أدري إحنا وين في، إحنا في مبارز يا بعد عمري، اللي جاها قارز. دقيقة دقيقة يا خلف أمي، دقيقة سام يا خلف أمي، هذا الرطب. سام دقيقة 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 دقيقة، سام يا بعد عمري، هذا ليمون. كمل طريقك الله يحفظك. وانت بتروح؟ والله بروح القارة. رح سيدة ورفي الصار سميمين. من عذر قلبي مغرز حبيبي، تبي الشاي يا خلف أمي، راح الله يحفظك. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، favorite.